هنا بدأت يعني الفرقة المعروفة حاليا. عمرها كم سنة دلوقتي؟ 30 سنة. فرقة الرقص الحديث دي تابعة للأوبرا. الرقص المسرحي. المسرح كتير مهم. كلمة المسرح بالرقص هيدا. لأن دانس تياتر هو مكان يعني بالأول كان فرقة الرقص المسرحي الحديث. إيه؟ صلحنا. فالموضوع انه بدايتها ما كان فيها المفهوم الظاهر على الساحه المصريه هنا، لان كان ايامها كان في حاجه اسمها الاستعراضات اللي كان مفهومها مفهوم يمكن هذا كان الحديث بالنسبه لهوني. فكان في ايامها كان محمد علي شارع محمد علي مع شريهان، وكان في الفوازير مع نيلي بعدين شريهان، فكان ده كلياته تحت مسمى استعراض. بس ما كانوا معروف انه يمكن كانوا مفتكري انه هذا الرقص. بس لما انا اجيت قلت اول عمل لي هو سقوط ايكاروس، وقبله كان عملت عرض تناقضات وجبت جائزه للمسرح التجريبي. فكانوا يقولوا اهدى، انت اهدى الرقص ده. ليه الرقص الموضوع ده؟ ليه له موضوعيه مستقل عن موضوعيه المسرح؟ فالكيان الرقص المسرحي هو له كيان، كل عرض له كيان وله جملته، له ابعاده إن كان فلسفية أو إن كان بعد فني. أيه. بقلب كل عرض بيتعمل. فكان المفهوم هاني إنه بالأول كان شوي إنه لأ.